بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أولى تانية تالتة، النهاردة زي ما وعدناكم هنتكلم على مهارة من مهارات اللغة الإنجليزية، وهي مهارة الترجمة، How to translate. Translation الترجمة طبعا عبارة عن فن، يعني حضراتكم زي ما هتشوف كده احنا سميناه فن translation، سميناه فن الترجمة. فعلا هو يعتبر فن من فنون الترجمة او فن من فنون اللغة الانجليزية، لانه الناس كتير معتقدة انه مجرد انك انت تحول الكلمة من العربي للغة الانجليزية او من اللغة الانجليزية للعربية هو ده الترجمة. لا، المفروض انك انت لو بتترجم من اللغة الانجليزية للغة العربية لابد انك تصيغ هذه الكلمة وتوظف هذه الجملة المكتوبة بلغة غير لغتك القومية الى معنى يناسب قوميتك، يناسب فهمك، يناسب اللغة العربية اللي موجودة عندك. وكذلك العكس، اذا كان معك جملة باللغة العربية وتحاول تحويلها الى اللغة الانجليزية لابد انك انت تصيغ هذا الكلام وهذه الجملة بما يتناسب باللغة اللي انت هتوصلها اليها. والترجمة يعني ليست هي ترجمة كلمة كلمة او حرف حرف، لا، ده انت المفروض علشان انا اترجم لازم افهم الجملة بتحكي عن ايه واعبر باسلوبي. ولذلك العبارة الشهيرة بتقول don't think in English، don't think in Arabic and write in English but think in English and write in English. يعني دايما تلاقي الناس يفكر بالعربي ويكتب بالانجليزي، او لا بيقولوا لا ده انت فكر حسب اللغة، لو انت بترجم اللغة الانجليزية فكر باللغة الانجليزية واكتب باللغة الانجليزية على اساس انت حضرتك تحصل على الدرجة النهائية. انا جبت لحضراتكم بما يوازي حوالي 26 نقطة، يعني 26 points. هذه النقاط اللي انت حضرتك لو انت مشيت معايا فيها هتساعدك تماما في عملية الترجمة، ودي درجة مضمونة وجميلة، لانك مش عايزك تعتقد وتتوقع انك انت طبعا انا معايا التابلت او كده او كده ان انا هترجم، لا ده هتوقف كل المواقع مع ظروف السنة دي تختلف عن السنوات القادمة ان شاء الله. بعد كده هنشوف حضراتكم أول معلومة عايزين نعرفها. لما عندنا في اللغة العربية في جملة فعلية، احنا عارفين الجمل في اللغة الإنجليزية إما بتكون عبارة عن جملة فعلية تبدأ بفعل أو تبدأ أو جملة اسمية تبدأ باسم، لكن لما تيجي عندك تحول هذه الجملة إلى اللغة الإنجليزية دائما نبدأ بالفاعل، دائما هو يعني يقول لك لما ترجم الجملة الفعلية اللي مبدوءة بفعل زي ما هتشوف بعد شوية، يعني بص الجملة دي، علينا أن نساهم في بناء بلادنا. هنا لم يبدأ بفاعل ولكنه بدأ بفعل، فهنا تسمى جملة فعلية، لكن لما نيجي نحولها للغة الإنجليزية لابد أن نبدأ بالفاعل ثم الفعل ثم المكملات، يعني بقية الجملة. فهنا علينا، على مين؟ علينا نحن. يبقى إذن فاعل الجملة دي هو مين؟ اللي هو نحن. بص كده فعلا هو بدأ وي، أنا بيهمني طبعا الجزئية وي، علينا يعني يجب علينا، يبقى وي شود، نساهم take part in أو participate in أو share in، كلها contribute in، كلها يعني معاني كلمات زي ما هنتعامل مع بعض في بقية الدرس. In building our country، دي أول نقطة، إزاي أنا أترجم لو عندي جملة فعلية بتبدأ بفعل، أول شرط أبدأ بالفاعل ثم الفعل ثم بقية الجملة وهي ما تسمى بالمكملات. النقطة الثانية اللي أنا عايز حضراتكم تخلي بالك منها، الجملة العربية يعني أنا بالعربي قد نستغني عن الفعل، يعني في العربي ممكن أكتب جملة بدون فعل عادي،
لكن علشان أعمل جملة في اللغة الإنجليزية لازم يكون فيها فعل. الكلام احنا بنتكلم عليه ممكن العكس، يعني هو ممكن يدي لك جملة في اللغة الإنجليزية فيها فعل وعايزك تحولها للعربية، أنا ممكن ما اكتبش الفعل عادي، مش مشكلة. إزاي؟ قال لي بص كده، العلم سلاح ذو حدين. فين الفعل؟ العلم هنا ده فاعل، ما فيش هنا فعل عندي. في العربي استغنينا عن الفعل، لكن لو أنا حبيت أحول هذه الجملة إلى اللغة الإنجليزية هتلاقي العملية اختلفت معايا. العلم ساينس، ما اقدرش اقول هنا سلاح ذو حدين، لازم احط قدامه فعل. جبت من عندي فيرب تو بي لانك هتستخدم، هتكلم على ادجكتيف على صفه، فالصفه او الادجكتيف لابد ان تكون مسبوقه فيرب تو بي، وعلشان ساينس هنا كلمه انكاونتابل تعامل معامله المفرد بتاخد از، يبقى اذا هنا. لكن انا لو حبيت اترجم هذه اللغه الانجليزيه وارجعها عربي تاني، يعني مش لازم اقول العلم هو سلاح ذو حدين، ممكن تستغنى قد، وكلمة قد يعني ممكن تستغنى عنه وتقول هنا ايه، ما تقولش العلم هو سلاح ذو حدين، ممكن تقول العلم سلاح ذو حدين مباشرة. ودي المعلومة الثانية اللي عايزة اوصلها لحضراتكم. طيب المعلومة الثالثة، verb to be في المضارع عند الترجمة للعربية ما بتلاقوهش موجود، لكن لو انت هتتكلم في الماضي او هتحول جملتك للماضي لازم فيرب تو بي يظهر. ايه الكلام اللي مش مفهوم ده؟ قال امشي معايا. الدكتور مجدي يعقوب مثال جيد للجراح المصري الناجح. هنا ما فيش فيرب تو بي، يعني ما فيش لا ام ولا از ولا ار. هنا بص كده لما ترجمها قال ايه، بروفيسور مجدي يعقوب is a good example of a successful Egyptian surgeon. الجملة عند حضراتكم هنا استخدم verb to be في اللغة الإنجليزية، يعني استخدم فعل، لكن في العربي ما استخدمش. طيب لو أنا عايز أحول الجملة بتاعة الدكتور مجدي يعقوب مثال جيد للجراح المصري، أهو مش موجود مثلا، عايز أقول إيه، كان الدكتور مجدي يعقوب. لو أنا حبيت أستخدم أحول هذه الجملة للماضي، هنا هتستخدم حضرتك verb to be في حالة الماضي، يعني هتلازم تلاقي كلمة كان في العرب، كان بالعربي. لكن verb to be سواء كانت الجملة عند حضرتك مضارع ماضي في أي زمن، لازم تلاقي الفعل موجود زي ما تكلمنا في الشريحة السابقة. طب بص المثال الثاني، verb to be اللي هو am و is و are و was و were، ممكن زي ما أنا قلتها لك من شوية، ممكن ما نقولش عليه كان ويكون والكلام من ده، قال ممكن تستخدمه بمعنى هو، بمعنى هي، بمعنى هما. ازاي؟ ان هوايتي المفضلة هي، هي هل هي دي اروح كاتب مكانها كلمة شي؟ ما انت عارف كلمة شي دي هي، هي للبنت. قال لي لا، ده هنا انت حضرتك بتستخدم verb to be لانك بتعمل وصف البني ادم. فقال my favorite hobby ما قالش هي، قال ايه، is listening to music. يبقى اذا انا verb to be يمكن ان انا استخدمه كضمير شخصي، يعني ما استخدمش verb to be هنا ليس بمعناه يكون، لكن بيكون بمعناه هو كذا وكذا وكذا. المعلومة الخامسة، verb to be ممكن نترجمه لفعل اخر، لا يعني لا استخدمته كضمير ولا استخدمته كما هو، لكن ممكن نستخدمه بمعنى فعل آخر حسب سياق الكلام اللي انت شغال معاه او تشيله خالص. ازاي؟ قال لي freedom is a main demand for all peoples، لكل الشعوب. فهنا الحرية، بص كده الحرية هنا ايه قال، هي ما استخدمتش verb to be على انه يكون، يعني ممكن تقول ما تقولش يكون، تقول هي، فاستخدمنا verb to be الى فعل اخر يتناسب مع سياق الكلام، يعني بتؤكد اللوحة السابقة. قال لي اما verb to have، احنا اتكلمنا على verb to be، طب verb to have استخدمه ازاي في الترجمة؟ قال لي verb to have ليه معاني، ممكن يأتي بمعنى يملك، verb to have اللي هو have و has و had، ممكن استخدمه بمعنى لي لفلان يعني،
أو عند فلان أو يملك أو لديه أو يقتني، وممكن تيجي بمعنى يتناول، بمعنى يصاب، بمعنى يناقش وهكذا. قال لي لقد أصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب آلي. طب كلمة اقتناء دي يا أستاذ، ده في ناس مش عارفها بالعربي، يعني اقتناء يقتني الشيء أي يملكه. قال لي بص كده، لقد أصبح، طالما استخدم كلمة لقد إذن هو يستخدم زمن المضارع التام. لقد أصبح شيء غير عاقل، فتقول it has become، زي ما اتفقنا في البداية إن جملة اللغة الإنجليزية لابد أن تبدأ بفاعل، ولأنك تتكلم عن شيء غير عاقل فإنك بتستخدم it. It has become مضارع تام، available، متاحا، for each students، لكل طالب، ها، to، هنا قال إيه، أن يقتني، كلمة أن يقتني، أن هنا جاء to، to have، أن يمتلك، a computer set، جهاز كمبيوتر. وده من استخدامات verb to have. طيب الضمائر المستترة في اللغة العربية، يعني مثلا هنا ايه، في ضمير مستتر بتلاقيه مش موجود في العربي وانتم عارفينه، لكن لما تيجي تترجم اللغة الانجليزية يظهر عن من المستتر ده. نفخر بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر. نفخر، قال لك هو نفخر، نحن، ضمير مستتر تقديره نحن، مش كده برضو؟ لما تيجي حضرتك تترجم اللغة الإنجليزية تلاقي غصب عنك تظهره، لأن الجملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بفاعل، ف we are proud that education is the first project in Egypt. المعلومة الثامنة، لام التعليل اللي هي بمعنى لكي، يعني علشان، فدي بنستعيد عن هذه اللام ونكتب مكانها in order to، so as to، أو to، كلهم بيأتي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر، زي كده. يستطيع كل منا أن يساهم في تقدم ورفعة بلادنا لنفتخر، لكي نفتخر به دائما. فقال each one of us can share in، يساهم أو يشارك، the progress and the excellence of our country، تقدم ورفعة of our country، to be always proud of them. هذه كلمة اللام هنا، هو لام التعليل، استخدمنا مكانها to اللي هي بمعنى لكي، وممكن تقول in order to أو so as to. المعلومة التاسعة، الضمير المضاف إلى فعل، يعني إيه ضمير مضاف إلى فعل يا أستاذ؟ يترجم إلى ضمير مفعول، ضمائر المفعول اللي هو تكلم عن نفسك مين، تكلم على الولد هم، على البنت هير، علينا كلنا أصعلم هم زنفنها. قال لي إن تعلم اللغات الأجنبية يمكننا، أهو فين يا عم الضمير اللي هو نا، نا الفاعلي، أهي نا، نا ده ضمير ملحق بمين؟ ده مضاف إلى فعل اللي هو يمكن. طيب يعني تبقى إزاي تعملها؟ قال لي ده النادي، تشوف طالما نحن يبقى إذن آدي الضمير المفعول بتاعها أهو. إزاي؟ قال لي بص كده، learning foreign language enable، يمكن نا us to read the international newspapers. المعلومة العاشرة، طبعا في واحدة في عشرة لغيناها عشان كررت مرتين، دخلنا على 11 على طول. لما يكون عندي صفة وموصوف في اللغة العربية، هنا معروف في العربي أن الصفة تتبع الموصوف، رجل طويل، لكن لما تيجي تتكلم في اللغة الإنجليزية بتجيب الصفة الأول تقول tall man، وطالما كان عندك الكلمة اللي بتوصفها مفرد بتحط قدامها آ أو آن حسب الحرف اللي هي بادئة به. إذا كان الحرف متحرك بتبدأ بآن، ولا طبعا غير متحرك بتبدأ بآ، زي كلمة دور رئيسي أمين رول. بص كده، الرياضة الدولية، هذا صفة وموصوف، تشجع السلام والتفاهم بين شعوب العالم ذات الثقافات المختلفة، ثقافات مختلفة، أهو الصفة جاءت هنا بعد الاسم، الصفة جاءت هنا بعد الاسم. طب بص بقى لما نجي نترجمها اللغة الإنجليزية، اللي كانت اسمها رياضة دولية بقت دولية رياضة، international sport،
encourages peace and understanding among the world's people of different cultures. Different cultures. هنا طبعا ثقافات مختلفة. بالترجمة مختلفة ثقافات. والمعلومة الثانية الأسماء المعنوية. إيه الأسماء المعنوية؟ الأسماء التي تحس، التي تحس ولا تمسك في اليد، يعني زي الحب والكراهية والسلام والكلام من ده، دي بصفة عامة لا تأخذ ذا عند ترجمة. ديت لك أمثلة زي كلمة beauty و honor وكلمة truth وكلمة love و virtue و progress و friendship و peace و honesty، دي كلها عبارة عن أسماء معنوية. لما تيجي ترجمها ما تحطش قدامها ذا، بالرغم ان هو في العربي هتلاقي قدامها ألف ولا. يرجع التقدم اهو في الزراعة والصناعة والطب الى العلم الحديث، لما جه ما قالش ذا بروجرس، قال بروجرس على طول، لانه اسم معنوي والاسماء المعنوية لا تأخذ ذا عند عملية الترجمة. بروجرس ان اجريكالتشر اندستري اند ميديسين از دو تو، بسبب مودرن ساينس. بص كده هنا عندنا بيقول لحضراتكم تلاقي كركبة كده زي كده، يقول لك مثلا عندنا فعل وأن ومفعول وصفة، إيه الكلام ده؟ قال لي بص كده، دي لما نيجي نستخدم زي المثال، لما تلاقي يقول لك it is، فاكر كلمة it is necessary, it is useful, it is dangerous. لما يكون معاك صفة، يعني مثلا it is easy for him to answer the exam. فهنا لما أبدأ أنا أتكلم تلاقي دايما it is يوراها صفة وبعدين for مفعول to زائد المصدر. يعني مثال من الضروري، أدي منه ها الضروري أهي صفة، لنا أو علينا لام ونون الفاعلين اللي قلنا هي المفعول أهي، أن أهي نتعلم لغة أجنبية. طيب أترجم من إيه؟ وأترجم أن دي نترجمها إيه؟ قال لحضرتك ده كله في الترجمة ما بتدورش عليه، زي ما أنا قلت لك على طول، من الضروري يعني it's necessary for us، لنا for us. أن هنا قلناها بمعنى زي كلمة to، دي ممكن تجيب معنى لكي وتجيب معنى أن إذا جاء بعدها فعل في المصدر. To learn foreign language. في كلمات التوكيد هو بنعدها لك تاني، إن تاني كانت أن، إن ولقد وقد في اللغة العربية لما تيجي تحولها للغة الإنجليزية لا تترجم ولا يأتي مكانها أي كلمة. إن الصناعة هي أساس التقدم، لما تيجي تترجم ده كأن إن دي مش موجودة، فتقول industry على طول اهو، is a base of development. حرف السين ياهو يعني سوف نذهب، سنذهب، سنأكل، سنكتب، سنرسل، سا سا سا. لما تلاقي كلمة سا حرف السين قبل الفعل فهو هنا بمعنى سوف، فطالما سوف يبقى أنا هستخدم زمن المستقبل البسيط، يعني ستبني الحكومة مدارس كثيرة. تبني س، نشوف عمل ازاي. دايما زي ما رجعنا اللوحة الأولانية، الحكومة اهي the government الفاعل اهو، لان عندك انت طبعا حياة الحكومة واحدة بس، فانت بتحط لها لانها فريد من نوعها the government. ها ستبني، تبني يعني بلد. السين دي كأنها مستقبل فبتستخدم هنا will build a lot of schools. لو لقيت هنا كلمة، لقيت الجملة بتاعت حضراتكم لقد وجاء بعدها فعل في الماضي وفي الجملة إشارة تدل على الماضي البسيط، يعني معناها في كلمة دالة على زمن الماضي البسيط، أي تحدد زمن حدوث الفعل، ولقيت كلمة لقد استخدم ماضي بسيط. لقد اتصل بي أمس هاتفيا، فهو أنا لقد اتصل بي أمس هاتفيا، يعني هنا طبعا استخدم لقد. احنا عارفين لسه جايلين من شوية لما لاقي كلمة لقد أنا بستخدم مضارع تام، لكن إذا ذكر هنا كلمة دالة على الزمن موجودة مع حضرتك
دلت على الماضي، هنا تستخدم ماضي بسيط، ما تستخدمش مضارع تام. يعني اهو هي ما قالش هي هاز تليفوند، قال هي تليفوند بس. ليه استخدم ماضي بسيط؟ قال لوجود كلمة يسترداي، ودي كلمة دالة على زمن الماضي البسيط. لو لقيت اهو حضراتكم للكلام اللي انا قلته من شوية، لقيت لقد وفعل برضو في الماضي بس ما فيش كلمة دالة على زمن الماضي، تستخدم زمن المضارع التام. لقد اهتمت الدولة بالتعليم، لا قال بالامس ولا السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبليها، عشان كده على طول قلت the states اللي هي الدولة has taken great interest in education. يعني النقطة دي زيادة مش مشكلة. المرة دي بقى ما لقيتش لقد، لا ده انا لقيت قد بس، مش لقد، لقيت قد. مدام لقيت قد ولقيت وراها فعل في المضارع، فان ده في ذلك يدل على الاحتمال، فلذلك بنستخدم كلمة مي. قد يشهد العالم، ممكن يشهد وممكن لا، هذا العام تطورات هائلة نحو السلام. فقال this year may يعني هنا ايه طبعا هنا ايه قد يشهد هذا، قد يشهد هذا العام تطورات، يعني this year may witness يعني يشهد immense development towards peace. خلي بالكم اهدي may في قد فعل في المضارع، يبقى اذا احتمالية. لو لقيت لن أذهب معك، لن أفعل كذا، لن كذا، ده فعل وجاء وراء فعل مضارع في اللغة الإنجليزية بنقول عليه هنا مستقبل بسيط بس إيه منفي، يعني لن أفعل ذلك مرة أخرى، يبقى أنت لسه ها. فعشان كده I will not I won't do that again. لو لقيت لن وراء فعل في المضارع دائما استخدم مستقبل منفي. لم المرة دي ما لقيتش لم، بقى لقيت ايه لم وجا وراها فعل مضارع، نستخدم ماضي بسيط. لم يحضر احمد حفل عيد ميلاد، يعني احمد ما حضرش، يبقى بقيت ايه احمد ها didn't attend، ماضي بسيط برضو منفي. my birthday party. إذا كان لقيت أنا عندي كلمة كان وجاء وراها فعل مضارع، اعرف أنك أنت هتستخدم ماضي مستمر. طبعا هتلاحظ أن حضراتكم عشان ما حدش يلومنا أنه أنك إحنا بنتكلم بسرعة، بس أنت في إيدك الفيديو، يعني ممكن أنت وشغال حتة معنا اعمل بوز، وقف اللوحة دي وقراها كويس واستوعبها وعيدها تاني وتوديها قدام براحتك، يعني بس عشان ما ناخدش وقت طويل وما تعبناش في الرفع على النت. كان والدي يقرأ، اهو كان وبعدين ادي يقرأ الصحيفة عندما دق جرس الباب، يعني كان هناك حدثين، وطبع حدث مستمر وقطعه حدث اخر، يبقى استخدمت ماضي مستمر. Dad was reading the paper when the doorbell rang. اهو استخدم past continuous يعني ماضي مستمر، was aware زائد الverb plus ing، هنا في اللو استخدم على كده ايه in past simple، ترجع لقاعدة الماضي البسيط مستمر مرة ثانية. هتلاحظ كمان لو لقيت عند حضراتكم كان وقد وفعل في الماضي، هنا هستخدم ماضي تام. ازاي الكلام ده؟ قال لي بص كده، عندما وصلت الى السينما كان الفيلم قد بدأ، يبقى حدث اول تم قبل حدوث الحدث الثاني، يعني when I arrived at الحدث الثاني second action at the cinema the film had started، يبقى استخدم حدثين وراء بعضهما في الماضي، فإن الحدث الأول يوضع في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط. تستخدم اس الملكية أبوستروف اس هو عندما يكون المالك عاقل، وممكن نستخدم اوف إذا كان المضاف إليه غير عاقل، يعني منزل والدي هنا هتقول على طول my parents house. طيب لو قلت مثلا غلاف الكتاب، لو قلت غلاف الكتاب ده غير عام، مش هينفع اسم ملكية هنا، فبقول the cover of the book، the cover of the book
استخدمت of هنا لما كان هنا ايه المضاف اليه غير عاقل، لكن المضاف اليه عاقل استخدمت ابوستروف اس. معلش بقى اللي المفروض تيجي هنا، ده طبعا لو تيجي هنا لو كانت مفرد، وهنا تبقى جمع عشان تبقوا فاهمين احنا عملناها كده ليه. لا يوجد مفعول مطلق في اللغة الإنجليزية. طبعا ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، الكلام اللي أنتوا عارفينه طبعا ده اسم المفعول المطلق. طيب إحنا ما عندناش حاجة اسمها مفعول مطلق في اللغة الإنجليزية، أمال أعمل إيه؟ قال لي تستخدم بدلا منه الحال. تهتم مصر بالتعليم اهتماما كبيرا. أعمل إيه؟ أقول له Egypt is greatly interested in education. استخدم كبيرا دي جاب حال، والحال يأتي قبل الصفة. لماذا يأتي الحال قبل الصفة؟ ليبين درجة الصفة. يجب مراعاة زمن الجملة وصيغتها. لما تيجي تترجم حضرتك تخلي بالك هل الجملة دي في المجهول ولا في المعلوم. تركز. تعتبر السياحة مصدرا هاما. توريزم تعتبر، مش تعتبر، دي تعتبر، يبقى بسف. Tourism is considered an important source، يعني مصدر هام. تأكدنا ان هذه عبارة عن جملة in passive، يعني في المبني المجهول، لذلك استخدمنا المبني للمجهول. اذا كانت الجملة في اللغة الانجليزية في المبني المجهول، يفضل لما تحولها العربي تحولها معلوم. لو عملتها برضو مجهول مش غلط. يعني The operation was performed by a well-known surgeon، يعني قام جراح مشهور بإجراء العملية الجراحية، أو تم إجراء العملية الجراحية بواسطة جراح مشهور. في كلتا الحالتين ممكن أجريت العملية الجراحية بواسطة جراح، يعني كل دي إجابات حسب يعني حضرتك. يعني برضو من النصيحة الأخيرة اللي أنا عايز أوصلها لحضراتكم، الترجمة دي بيسموها علماء اللغة لغة التصرف. يعني انا بترجم مثلا ولقيت كلمه صعبه علي مش عارفها، بس فاضيه، لا هات كلمه قريبه، كلمه تؤدي نفس المعنى تقريبا. يعني فمثلا افضل مثلا افضل المنتجات الوطنيه لانها صناعه مصريه. حضرتك جيت عند كلمه منتجات ومخك وقف مش عارف، المفروض انك تقول يعني كلمة منتجات معناها برودكتس. أنا مش عارف كلمة برودكتس، ما جاتش في دماغي، فتدور على كلمة بديلة أو قريبة المعنى. مثلا كلمة بضائع، ما البضائع منتجات، فأنت هنا تستخدم كلمة جودز تدي نفس المعنى. يعني زي المثال I prefer the national goods، وممكن بدل كلمة goods تقول products as they are Egyptian produce، لأنهم منتجين أو صناعة مصرية. في النهاية أنا هسيب لحضراتكم جملتين باللغة العربية تحولهم، دي جات في امتحانات السنوات السابقة، جملتين باللغة العربية تحولهم للغة الإنجليزية، وجملتين باللغة الإنجليزية تحولهم إلى اللغة العربية. وحاول إنك أنت ممكن يا إما تبعتهم لي على صفحتي على الفيس بوك كانت على صححهم، أو على الواتس برضو يعني، أو على التعليقات في الكومنت نفسه على الفيديو، أنا ممكن أقرأ وأرد عليك إذا كان فيهم أي خطأ. يعني الجملة الأولانية، علينا بترشيد استخدام المياه العذبة وإلا سنواجه شدة الظمأ مستقبلا. لكي تزدهر السياحة يجب أن يعتبر كل مصري نفسه مرشدا سياحيا. دي translate into English. واحدة تانية translate into Arabic. Sports reinforce values import to society like honest competition and teamwork. There is no I in team is a good sport saying it teaches us that success is achieved by putting the group above individual glory. Glory ده هنا glory، يعني مش هقول لك على معناها، glory هنا اللي هي هتدور عليها انت وتعرفها ان شاء الله. في النهاية اقول لحضراتكم goodbye، يعني كالعادة عشان ما حدش ينتقدنا، ما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمني أو من الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان لينا أستاذ عزيز، يعني إذا كان على قيد الحياة ندعو له بالصحة، وإذا كان توفاه الله ندعو له بالرحمة.
كان بيقول لما كنا نتكلم معاه احنا لسه في بداية تعيننا ونخطأ في نطق اللغة الإنجليزية، كان يقول هذا لا يوقفكم، كلنا بنخطأ في احنا بنخطأ في اللغة العربية، يا ما بالكم احنا في اللغة مش بتاعتنا، لازم يعني إذا أخطأنا يعني من جهلنا نخطئ ومن أخطائنا نتعلم. أشكركم لحسن المتابعة، لكن كالعادة عشان تستمر القناة ولما نزل أي حاجة توصل لحضراتكم بسرعة، يعني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واتركوا تعليق يوضح لي آرائكم فيها إيه. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.